شارك سعادة السيد محمد بن تامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات في المنتدى اللوجستي العالمي 2024 في دورته الافتتاحية الذي يقام في الرياض تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية. بهذه المناسبة أشاد سعادة الوزير بما يوليه هذا المنتدى من أهمية بالغة كمنصة ومحرك أساسي في رسم مستقبل وطموحات القطاع اللوجستي وفرصة لتبادل التجارب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وخلق فرص اقتصادية غير مسبوقة، موضحا بأن مملكة البحرين تولي القطاع اللوجستي اهتماما بالغا حيث جرى تدشين استراتيجية خاصة بقطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين لأهمية القطاع في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل النوعية للمواطنين. يهدف هذا المنتدى إلى مناقشة أحدث التطورات في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، علاوة على السعي لرسم خارطة عالمية جديدة للخدمات اللوجستية لتعزيز سلاسل التوريد والتجارة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بمنظومة الخدمات اللوجستية العالمية.